النهاردة هنتكلم على حاجة اسمها مثبطات المضخة البروتونية أو مثبطات مضخة البروتون أو البروتون بامب انهيبيتورز. الحقيقة احنا الواحد كتير بيلاحظ على بعض العلب اللي هي بتعالج الحموضة الزائدة أو قرحة المعدة أو ارتجاع المريء، بنبص نلاقي إن هي مكتوب عليها إن هي مثبطات مضخة البروتون. طب احنا النهاردة بقى بنوضح إيه هي مثبطات مضخة البروتون، ونحب نذكر حضراتكم انها كانت في الفيديوهات السابقة احدى اسباب النمو الزائد للكولستريديوم ديفيسيل والسودو ممبرين اسكولايتس ودايريا، لان زي ما قلنا لحضراتكم انه الفيديوهات مترتبة على بعضها. لو جينا نتكلم على مثبطات مضخة البروتون او بروتون بامب انهيبيتورز، هي عبارة عن مجموعة من الادوية بتستخدم للتقليل من افراز حامض المعدة لفترة طويلة وبشكل واضح. تقلل مثبطات مضخة البروتون من انتاج احماض المعدة عن طريق منع انتاج انزيم بيسمى اتيباز الهيدروجين بوتاسيوم او الاي تي بي او الاتيباز بوتاسيوم والهيدروجين، الذي يتحكم بدوره بانتاج احماض المعدة، ويعرف هذا الانزيم بانزيم مضخة البروتون، ويوجد في خلايا جدار المعدة، وتشمل بعض انواع الشائعة من أدوية مثبطات مضخة البروتون على اللانزوبرازول والايزوميبرازول والاوميبرازول، ودي أشهر الأنواع. طيب إيه بقى استخدام مثبطات مضخة البروتون؟ إحنا عرفناها، بنقول بقى استخدامها إيه؟ بتستخدم أدوية مثبطات مضخة البروتون لعلاج العديد من الحالات الطبية، ومنها أول حاجة تقليل ارتداد الحامض المعدي المريء الذي يسبب حرقة المعدة أو التهاب المريء اللي هو الارتجاع المعدي المريء. جزء من العلاج بيستخدم كجزء من العلاج بكتيريا الهيلكوباكتر بايلوراي اللي هو ميكروب المعدة التي تتسبب بعدوى في المعدة، ممكن تؤدي لقرحة المعدة، ودي شائعة مع الأسف. بيستخدم أيضا هذه المثبطات لعلاج تقرحات المعدة وقرحة الاثنى عشر، بتستخدم لمنع وعلاج القرحة مصاحبة لاستخدام الأدوية المضادة للالتهاب، وهي نوع من المسكنات اللي بتعرض بمضادات الالتهابات غير الستريدية. وبنلاحظ إن في كتير من دكاترة العظام مع العلاج اللي هم بيدوه اللي هي مضادات الالتهاب غير الستريدية بيروحوا حاطين معاها مثبطات مضخة البروتون علشان تعالج الأثر الضار لهذه المسكنات. وبتستخدم أيضا مثبطات مضخة البروتون للمساعدة في علاج الحالات التي تحتاج لتقليل أحماض المعدة. نكمل المرة الجاية.